مسجل هدفين وصنع هدفين مع افيس البرتغالي، ده اللي كان النادي الاخير لعب اللي هو قبل انتقاله للنادي الاهلي، لعب 5 مشاركات مسجل هدف واحد، الاجمالي كان 197 مشاركه الكهرباء في الانديه، في جميع الانديه اللي لعب ليها، مسجل كام هدف؟ 67 هدف، رقم كبير جدا، اعلى من اجنحه النادي الاهلي الموجوده حاليا بالكامل، رقم كبير جدا، وكمان اسيستاته عاليه 33 اسيست، فده رقم مميز جدا لكهرباء. لو بصينا على ارقام كهرباء التهديفيه في جميع الدوريات اللي لعب ليها، هنبص نلاقي ان هو سجل في الدوري البرتغالي، وسجل في الدوري المصري، وسجل في الدوري السعودي، وسجل في الدوري السويسري. بص حضرتك في الارقام هنلاقي ان هو اهي قدامنا على الشاشه، سجل في الدوري المصري 29 هدف و18 اسيست في 89 مشاركه، في الدوري السويسري 9 اهداف واسيست في 27 مشاركه، في الدوري البرتغالي احرز هدف واحد، في الدوري السعودي في 44 مشاركه مسجل 20 هدف و7 اسيست. فطبعا يعني مسجل في جميع اي دوري لعب ليه كهربا مسجل فيه، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. لو بصينا بقى على ازاي كهربا يعني عدد الاهداف ده كبير جدا، ان هو يسجل 67 هدف عدد كبير جدا. طب تعالى نشوف الميزه اللي هيضيفها كهربا عن الاجنحه الموجوده في النادي الاهلي، مين الاجنحه الموجوده يعني كنوع تهديف؟ عندك احمد الشيخ، جرالدو. خلينا قبل ما نروح للمقارنات دي بس خلينا نروح لارقام كهربا مع الزمالك. ماشي. في الدوري السنه اللي فاتت ارقام كهربا السنه اللي فاتت مع الزمالك عموما، مع الزمالك ده في الموسم الماضي في الدوري، في الموسم الماضي. ماشي. كهربا كمان واحد من اللعيبه اللي السنه اللي فاتت كان من نجوم الدوري، سواء بقى السنه اللي فاتت كان في علي معلول في النادي الاهلي، في كينو في بيراميدز، في كهربا في نادي الزمالك، في فرجاني ساسي برضه قدم موسم كويس. وبالتالي كهربا السنه اللي فاتت لعب 27 مشاركه، لعب كام دقيقه؟ 2064 دقيقه في الدوري، مسجل كام هدف؟ 11 هدف في الدوري مع نادي الزمالك و10 اسيست، ومتسبب في ضربه جزاء لو جمعناهم على بعض يطلعوا كام؟ 11 و10 و1 22 هدف، يعني مساهم في نسبه كام اهداف للزمالك السنه اللي فاتت في الدوري؟ 33%، اكتر من 33%، يعني اكتر من ثلث اهداف نادي الزمالك السنه اللي فاتت في الدوري كهربا اللي عاملها. اذا كهربا في الاخر الاربع ماتشات غيابه بالفعل اثر على نادي الزمالك على المستوى الهجومي. انت بتتكلم في لعيب ثلث اهداف نادي الزمالك في الدوري هو اللي هو يا مسجلها يا صانعها. وبالتالي ده كان اهم ورقه رابحه في نادي الزمالك على المستوى الهجومي. تمام. مهم جدا. كمان لعيب مهاري قوي، من احرف اللعيبه في المراوغات الناجحه، دايما كده في قائمه المراوغات الناجحه هتلاقي في الدوري كهربا، جونيور اجاييه، رمضان صبحي، ناصر ماهر. من غير من قبل ما الدوري حتى يبدا، دي تلاقي القائمه دي موجوده، لعيب مهاري جدا بيفوت في واحد على واحد، 63 مراوغه، كمان احسن لعيب بيتحرك تحركات بدون كوره، عامل زي مؤمن زكريا، في تحركاته بدون كوره وفي دايما ان هو تحركاته القطريه جوه منطقه الجزاء. عامل 76 محاوله على المرمى. في كام ماتش؟ في 27 مشاركة. ده رقم كبير، يعني بيروح على الجون كتير قوي، بمعدل كام في ال 90 دقيقة في المباراة الواحدة؟ بيعدي التلاتة. يعني كهربا بيعدي التلات محاولات في المباراة الواحدة. منهم 34 محاولة صحيحة، 45% أون تارجت، يعني نسبة دقة محاولاته 45%، يعني تقريباً النص من محاولاته صح. إذا بتتكلم في لعيب مؤثر، فعال، هداف، أسيست، جايب اكتر لوحده، مساهم في اكتر من تلت اهداف نادي الزمالك في الدوري السنه اللي فاتت. بتتكلم في واحد مساهم في 22 هدف بنسبه 33.8 من اهداف نادي الزمالك السنه اللي فاتت، لعيب مهاري قوي، مراوغات الناجحه، حتى الارقام بينت في عدد محاولاته على المرمى ان هو بيروح للجون كتير، لانه بيتحرك بدون كوره، عامل زي مؤمن زكريا، خاصه في تحركاته القطريه اللي هي بتبقى اللي هو الجناح اليمين وبيقطع لجوه للعمق. طيب خلينا نروح لكهربا. كهربا بيلعب ازاي او بيلعب فين او بيلعب ليه او لماذا تم اختيار كهربا ليكون لاعبا في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ كهربا بيديك مرونه تكتيكيه كتيره جدا. اولا انت النهارده الناس كانت بتقول انتوا جايبين كهربا ليه؟ عندكم رمضان صبحي وعندكم بقى البعض يعني عندكم الشحات وعندكم رمضان صبحي. النهارده رمضان صبحي اتصاب، مين كلنا زعلنا ان رمضان صبحي اتصاب مثلا، لما يبقى عندك لعيب زي كهربا مش هتحس بغياب واحد زي رمضان مثلا. وبالتالي بس ده برضو مش معناه ان ده يلعب وده ما يلعبش، ما ممكن الاثنين يلعبوا. طبعا ما ده طبعا هنتكلم فيه. ده اللي انا عايزك توضحه، ان احنا